اوكي مشينا فؤاد. نحن بالفريق. الو 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 امين. هلا اول شيء مبروك على البطوله اللي اخذتوها. هلا شو شعورك حاليا؟ ميرسي. طبعا شعوري فرحان انه ربحنا. يعني نحن ربحنا هاي البطوله بدون ما نخسر ولا مباراه. لعبنا كل مبارياتنا بدون خساره، هذا شيء مهم لانه هذا بعدين بالنسبه للمسابقات يلي لعبناها برئاسه الاتحاد الجديد يلي الاخير يلي تشكل مؤخرا من سنتين لليوم، عمل برئاسه السيد ادمون السيف عمل 5 مسابقات. نحن ربحنا 3 منها، كاس الاستقلال مرتين وبطوله لبنان مسابقتين وصلنا للنصف النهائي. يعني هذا شيء بالنسبه لي انجاز مهم لانه الفريق بينقاس مش على نتيجه وحده وعلى مباراه وحده، بينقاس على مجموعه نتائج على فترة معينة فيك تحكم على قيمة هالفريق ولا لا، لأنه على مباراة وحدة ممكن يلعب منيح ممكن ما يلعب منيح. شو اللي عمل الفرق بين فريقك والفرق البقية لحتى ربحت البطولة؟ هذه الاستمرارية أول شيء بالتمارين. يعني هاللعيبة اللي ضحت كثير وعطت من كل وقتها لتتمرن بالصبح بالشتاء أي ساعة اللي نتبعت وراهم يجوا يتمرنوا، هيدي بالنهاية هالتضحيات هيدي اللي ضحوها اللعيبة، وبالإضافة لمجهود اللي بذلته الإدارة هيدا اللي عطاها النتائج اللي وصلنا لها لهون. وبالنسبه للمستقبل شو ابرز مشاريع عندكم اياها؟ ابرز مشاريع هو انه نتحضر نكفي ما نكتفي، يعني ما نوقف عند هيدي. بالنسبه لي هيدي محطه لازم ان نستمر على الطريق ونكفي ما ننام على امجادنا، لانه الفرق غيرنا عم تتحضر ونحن بدنا نضل نتحضر ونطور فريقنا بتمرينه وبيلعبه بكل شيء وبعدد اللعيبه نوعيه اللعيبه الموجوده عندنا حتى نستمر نعطي نتائج منيحه ونكون عند حسن ظن الاداره والجمهور. إضافة يمكن انه رح يصير في عندكم ملعب، هيدا اهم انجاز. وهون بهمني اتشكر يعني من كل قلبي هالانسان الكبير هذا راعي ابرشيد بيروت المارونيه للطائفه المارونيه المطران خليل ابي نادر يلي اعطانا امل كبير انه نرجع واعطانا مكافاه على هالجهود، لانه صار لنا 20 سنه نحن بدون ملعب، محرومين من ملعب فوتبول، نتمرن بكل محل على الزفت وهون وهون. المطران خليل ابي نادر يعني عمل انجاز كثير مهم، هيدا شيء بده يتخلد، بده ينحكى عليه عنه سنين وسنين. يعني هذا ملعب الفوتبول اهم انجاز برايي، اهم من الانتصارات اللي عملناها، لانه على هالملعب هذا رح نبني انتصارات كثيره. اوكي مبروك كابتن، وان شاء الله المستقبل يكون احسن. ميرسي. ربيع ربيع هيدا انت ربيع حنيني ربيع حنيني كونك حارس مرمى الحكمه انت كنت ورا اسم مهم يمكن من البطوله اللي اخذها الفريق هلا، شو شعورك بهالمناسبه؟ شعور كثير مبسوط، وهذا كله بفضل مرين اللي قام فيها الكابتن ايميل اللي كان يدعينا بالصبح وبالليل ونلبي الدعوات ونتمرن ونعمل مجهود كبير حتى الله وفقنا واخذنا البطوله. بعتقد انه مستحق البطوله عن جداره لانه لعبنا وربحنا وكان لازم ناخذ البطوله. ربحت هيدي اول بطوله بتاخذها رسميه وعمرك تقريبا حوالي 20 سنه يمكن 21 سنه. اي نعم. بتعتقد انه الخير لقدام؟ ان شاء الله ناخذ مش بطوله بطولات، ان شاء الله بنكمل وبنحقق انتصارات كبيره. اوكي يعطيك العافيه. ميرسي. ماشي. صلاح شغري انت كنت محرك الفريق بهالنص الموسم هذا اللي ادى لفوز الحكمه بالبطوله، كيف كنت عم تشتغل على الملعب؟ بفضل تعليمات المدرب والكابتن ايميل، اللاعب بنفس الوقت كمان المدرب والكابتن، بفضل تعليماته وتوجيهاته للاعبين، مش بس خاص انا يعني، كانت تحركاتي بالملعب كانت كل تحركات لاعب باداره الكابتن ايميل بتعليماته توجيهاته للاعبين، وكانت توجيهاته الحمد لله صالحه، وهذه اثبتت عن جداره انه فوزنا بالبطوله اخر الموسم. وان شاء الله نتمنى انه البطوله نحتكرها على طول. بتعتقد انه في عندكم تشكيله كفيله انه تحتكروها على طول؟ باذن الله. من اي ناحيه؟ باذن الله من ناحيه
مش كالمدرب ما بيعتمد على لاعب او اثنين، في عنده مش كلاعب او اثنين او ثلاثه اساسيات بالملعب، اذا غابوا يعني بينقص الفريق او بزيد ضعضع الفريق، يعني بيختلط الفورميسيون. الكابتن ما اعتمد على طريقه انه يخرج الناشئين، هلا عم بيعتمد على ثلاث اربع فرق ناشئين، عم يطلع لاعبين للدرجه الاولى، مش عم يحضر كل ما يخلص موسم عم يحضر للموسم الثاني، يعني عم يخطط للمستقبل كابتن اميل، مش ل سنه او سنتين، عم يخطط للمستقبل لقدام. اذا فينا نتنبا بمستقبل باهر ان شاء الله باذن الله. اوكي مبروك. ميرسي. ماتشي ساركيسيان، شو رايك باللقب اللي اخذته هلا؟ والله انا فرحان كثير لان امنا البطوله للنادي لاول مره. ما بتتصور يعني قديش فرحانين ومبسوطين. بتمنى نستمر هيك ومنجيب بطولات ودورات للنادي الحبيب حكمي. شو بتفتكر مركز القوة بالفريق تبعك؟ مركز القوة محبتنا. محبة، نحب بعضنا كثير. وأهم شيء النظام اللي حاطه كابتن إميل، كلنا نحترمه ونمشي على النظام، هذا قوتنا.